هذه احنا من باب تفرع العوامل الاخرى، كاين العامل الاساسي والعامل الاخر. الانسان ما ياخذهاش باستهزاء الاخر، لانه حوادث المرور ارهاب الطرقات هذا راهو يومي. خاصه احترام قانون المرور. لحلول عيد الاضحى المبارك لسنه 2024 سطرت مصالح امن ولايه ورقلة مخططا امنيا وقائيا بالدرجه الاولى، وهذا من خلال العمل على تنظيم وتكثيف خرجات ميدانيه تحسيسيه توعويه لفائده مستعملي الطريق وخصوصا سائقي حافلات المسافات الطويله على مستوى محطات نقل المسافرين بهدف الوقايه من حوادث المرور.